تالتة، ما تقولي ايه الحكاية وتريحني. استني، اصلها مفاجأة. ياه فالتة، انت احسن واحد، ده شكله بالظبط، حتى نظرة عينيه. ايه يا عريق، اهرب معاك؟ بس انت فاجئتني. بابا، انا طول عمري بحكم عقلي وبحط قواعد معينة وبنتظر ان القواعد دي تتنفذ. يا بابا، صحيح انك انقذت بني ادم من الغرق؟ كنت مضطرة. الاتصال بعالم البني ادمين ممنوع نهائيا، وانت عارفة كده يا اريال، والكل عارفين ده كان هيموت. بناقص بني ادم يضايقنا. بس انت ما تعرفوش. اعرفه؟ انا مش لازم اعرفه، كلهم زي بعض متوحشين، اكلي لحوم السمك، ما عندهمش اي مشاعر. بابا انا بحبه. لا، ده انت اتجننت يا اريال، بني ادم وحرية بحر. مش مهم. للاسف يا اريال، انا مضطر ان امنعك بالقوة، ولو كانت دي الطريقة الوحيدة فليكن. أريل، أنا سيبوني.